قبل ما نخش في المناظرة وتفاصيلها، لأن النهاردة في حصل حاجة تستحق التعقيب، لأن حاول احنا تركي. بنتكلم على التطورات. قيل انه معسكر ترامب ادعى انه ترامب تعرض لمحاولة اغتيال ثانية، قيل، صحيح. وانه سمع بعض دوي اطلاق رصاصات او اعيرة نارية في المحيط اللي كان موجود فيه تجاه الجولف. ترامب، وحيث يمتلك مجموعة من المؤسسات والاصول هناك، وقال لك ان التحقيق قادم دلوقتي. ايا كان دي محاولة اغتيال ولا كاموفلاج لسه مش هنتأكد منها. انا هتوقف قدام التصريح اللي قالته هاريس عندما سئلت من الصحفيين عن تعقيبها على انه في طلقات نار وانه كذا وان ربما تكون محاولة اغتيال ثانية لترامب. ردت وقالت انا سعيدة ان ترامب بامان. مش دي قصتنا، قصتنا بقى في الجملة اللي قالتها دلوقتي. قالت لك حيث لا مكان للعنف في امريكا. هذا التعبير وهذه التعبيرات اطلقت من بايدن ليس من هاريس وقت ان تعرض ترامب لمحاولة الاغتيال في يوليو في بنسلفانيا. مظبوط. هنا كان يخطب واطلق عليه النار واصيبت اذنه، اصيبت حافة اذنه وضمضها واعتبرها وسنقاتل فايت 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 الى اخره. فهو شوي يعني استعراضي. الحادثة الجديدة ليست في نفس مستوى. لا، انا توقفت يا استاذ حليم عند هاريس وهي بتقول لا مكان للعنف في امريكا، ما هو والتاريخ بيقول انها هي مصدر العنف على مستوى العالم، هي من صدرت لنا العنف. قالوا ذلك وقت برضو محاولة ترامب، ان مفيش عنف سياسي في امريكا، بينما تاريخ امريكا كله مليء بحوادث العنف السياسي. غريبة جدا. هناك عدد هائل من الرؤساء الذين تعرضوا للاغتيال، من ابراهام لينكولن الى جون كينيدي الى محاولة اغتيال ريغان الى محاولات اغتيال ترامب وغيره. مظبوط. هناك محاولات اغتيال سياسية طبعا، يعني زعيم قائد حركة المساواة في الحقوق المدنية اللي هو لوثر كينج تعرض واغتيل. هناك عدد ده بخلاف الثقافة الغربية القائمة على الكاوبوي والعنف، القائمة المنتفخة غرورا اللي استدعت تركت معنى الرحمة في المسيحية واستدعت فكرة البطل الوثني الإغريقي المنتفخ غرورا الذي يغزو العالم وكذا. مزبوط. ويصحب الآلهة من وراءه لكي تباركه. فالفكرة هنا في المجتمع الأمريكي أيضا هناك ظاهرة حق حمل السلاح، وهذا واحد من التعديلات الدستورية الأساسية. لا، يعني أنا هنا سؤالي، هل هم مصدقين في أمريكا أنه فعلا لا مكان للعنف في أمريكا؟ الامريكان نفسهم مصدقين؟ اعيد تذكيرك بان قلت ذات مره ان المصريين بفطره بسيطه جدا يطلقون على كل شيء زائف ومشكوك في امره لفظه امريكاني. ده اعلان امريكاني، ده كلام امريكاني، يعني يعني ما فيش ما لا تتوقف كثيرا عند حكايه هم بصدقوا ولا مصدقوش. هم يقولون كلاما يعرفون انه غير قابل للتصديق ويظلون يلكون حول القيم الامريكيه والمساواه والحقوق والحريات، وتحت اقدامهم جثث ودماء مئات الملايين من الهنود الحمر، وصولا لأن الولايات المتحدة الأمريكية في انتفاخها العالمي بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن قتلت 10 ملايين إنسان. أوف. هي في حروب 10 مليون، 10 مليون إنسان. نالنا منها ما نعرف في العراق، ونالنا منها ما نعرف الآن في غزة وفي غير غزة. فالفكرة أنت في النهاية الأمر لو تمده للتاريخ الأعمق اللي هو أصل الفكرة الغربية اللي هو المجتمع الإغريقي، الإسكندر مثلا، الرواية التي تروى عن الإسكندر الأكبر ذات مرة في غزواته وانتفاخاته في البحر المتوسط قبضوا على عدد من القراصنة، يستخدمون مراكب صغيرة وبيسرقوا ناس في البحر وبتاع. فدار حوار بين الإسكندر والقرصان، قال له أنت بتعمل كده ليه؟ ليه بتسرق الناس؟ قال له أنا أفعل ما تفعل، لكن لأنك تفعل تسرق بسفينة كبيرة يسمونك إمبراطورا، أما أنا فيسمونني قرصانا. هي الفكرة دي، فكرة أنه ده إرهابي، ده كذا، ده مخالف لحقوق الإنسان. هي فين أصلا يعني أمريكا من الدخل؟ إضافة لأنه شليزنجر، وده أقرب مؤرخ أمريكي، مات قبل سنوات، توقع حدوث حرب أهلية في أمريكا نتيجة أنه هذا التكوين بكامله لا يمكن أن تطلق على أمريكا لفظة أمة. أمة منين؟
هم لا يعرفوش يعني مفيش اي تجانس من لا حضرتك وصفتها وصف ادق وهي شركه. هي شركه معدل قائمة على المصالح وشركة قائمة على المصالح والمصالح تتصالح أحيانا وتتصادم صحيح. كثيرا طيب. ولذلك هذه التصادمات تحل بالعنف. يكفي أنه بسبب حمل السلاح فقط حمل السلاح في 48 ألف أمريكي ده خارج الجرائم الأخرى الجرائم القتل وغيرها 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 سنويا يموتون بسبب إتاحة حق حمل السلاح من أطفال في المدارس لكذا لكذا. واحد فكر يطلع سلاح ويعمل أي حاجة صحيح. زي الأخ اللي طلع سلاحه ده وحاول اغتيال ترامب بحسب ما يقال وقال إنه هو كان راح أوكرانيا وجند مرتزقة يعني شوف التاريخ المضيء من أفغانستان عشان يحاربوا في أوكرانيا وإلى آخره. فجون كينيدي إلى الآن لا يعرف أحد على وجه اليقين من قتله لا. في هذه الدولة التي تقول أنها تعرف دبة النملة في العالم وتعرف ماركة فانيلة مش عارف مين وتعرف 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 كل كلام أمريكاني رامبو من أول الكوبوي راعي البقر صح. اللي قضى عنهم الحمر إلى رامبو إلى وفان دام والحاجات دي والحاجات دي طيب. فأمريكا ظاهرة فيها حقيقة وفيها صناعة الصناعة فوق الاصطناع فوق الحقائق في الاصطناع أمريكا الاصطناع فوق الحقائق طيب.